السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حبذا لو تكلمنا عن العادات الاجتماعية عندكم، إذا حدث شيء للقبيلة وتريدون أن تجتمعوا، فمن هو الذي يعني يجتمع عندكم في القبيلة؟ أولى الناس بالاجتماع الذين تزوجوا بأربعة. الذي تزوج بأربعة له أن يتصرف في الاجتماع كيف شاء ويتكلم متى شاء. أما الذي تزوج بثلاثة فهو لا يسمح له إلا بالجلوس آخر الصفوف ولا يتكلم. نعم. أما الذي تزوج بسنتين فهو الذي يستقبل الضيوف ويطعم ويقدم الطعام ولا يسمح له بالحديث حتى بالضيوف. نعم. أما الذي تزوج بالواحدة، نعم، فهو ليس له إلا أن ينزف الحمار ويبقى في الخارج بعيدا عن الاجتماع، ثم أيضا لا يتكلم ولا يسمح. نعم. يعلف الحمير يعني فقط. يعلف الحمير يعني هو يعلف الحمير وينظف بعيدة وينزف تحتها وهو يبقى هذا شغله. نعم. وهكذا يعني هل يسمح له أن يرى الضيوف؟ لا، أصلا لا يجوز له أن يرى الضيوف. نعم. فقط تعليف للحمير وتنظيف تحت الحمير نعم. أيضا نعم نعم. يا لكم من ظالمين.